هذا اليوم. صراحة كم اشتقنا لهذه الطبيعة من اللقاءات التي تكون حضورية. للأسف ظروف الجائحة حتمت علينا، إما أن تكون لقاءات عن بعد أو أننا ندير لقاءات حضورية ولكن بعدد اللي هو محدود، وذلك احتراما لتدابير الاحترازية المتخذة في بلادنا. اخترنا الموضوع المناقشة في هذه الندوة هو العلاقة التي تربط السياسة والرياضة، وهو موضوع جد مهم. وقبل بداية في فعاليات نقاشنا لهذا اليوم، أعطي الكلمة للأخ عادل التويم رئيس رابطة الرياضيين الاستقلاليين بالقنيطرة. السياسة في تطوير هذا النقاش الأستاذ كريم شكري والأستاذة شاكرة الزري والأستاذة فاطمة الزري. ارتعدنا داخل رابطة الرياضيين الاستقلاليين مناقشة هذا الموضوع نظرا لما تعرفه الساحة الوطنية بشكل عام والقنيطرة بشكل خاص من استقلال سياسي للرياضة من الجانب السلمي، وذلك بهذا استمالا للناخبين أو الأصوات. بالنسبة للموضوع ديال الرياضة والسياسة، كان واحد النقاش دار بين الأخ عادل التويم، لأنه ناشط بزاف في الفيسبوك وكيحتاج على تدخل السياسة في الرياضة فيما يتعلق بالنادي القنيطرين. وكان ديما عندي نقاش مع مجموعة ديال الإخوان تفصلوا في حلال البوز وهذا، وكنعطي رأيي فيما يخص هذه المعادلة هذه، وكنحاول ما أمكن نوضح موقفي يعني شبيه بالموقف ديال الأخ حمزة، حيت عندنا علاقة جدلية بين الرياضة والسياسة، عندما نقول علاقة جدلية فهو علاقة تقتل وتقتير فعل وفعل. وكنا مصافون في بعض الاحيان بمراقيه سميتو الهز الدف لشي جهه اخرى، المهم على اي فالاتهامات هي جاهزه، ولكن عندما يتعلق الامر بالنقاش العلمي فكنلقاو بانه كاين تخاذل. بغينا الدوله تكون حاضره على السويد، حاضره جدا الى جنب مع المؤسسه الرياضيه، نجدها قد تخاذلت في تحمل مسؤوليتها، ولكن في الوقت اللي يحتاج الفاعل السياسي تلميع الصوره ديالو وتلميع البروفايل السياسي ديالو، يلجا الى المدرجات ديال الملاعب ويجي ويتصور وهذا. وعلاش بدلت كره القدم؟ علاش بدلت كره القدم؟ لانها لعبه جماهيريه تستقطب جماهير، والفاعل السياسي من عادته يبحث عن الجماهير ويبحث عن تلميع الصوره. دونك نوقفوا على الجمهور ونوقفوا على الكيفاس. اكبر مروج لمساله الطلاق بين الرياضه والسياسه هو الجمهور الرياضي. ونوقف على الالتراس. الالتراس انضافت هي الاخرى، لانه عهدنا بالالتراس حديث العهد من منتصف ديال 2007 وكان 2005 2006 كان الالتراس في المغرب. في الوقت فاش بانت لم تكن تمرر رسائل سياسيه في المدرجات. من بعد دستور 2011 بانت واحد الحراك، واحد الديناميكيه لم نكن نفهمها من قبل. كانت واحد المجموعه ديال الرسائل السياسيه روجتها الالتراس، كانت يعني في غايه الراديكاليه السياسيه. من الصحراء واحد المجموعه ديال الاحالات في المدرجات. واحد اغاني، ثانيا تيفوات. فيما يتعلق بالاغاني كاين هناك في بلادي الروموني الوينرز ردت عليها تمتا، لانه هذا الديسك هذا خرج كذا واحد الامتداد على مستوى القاره العالمي. قلب حزين الوينرز سمت قلب حزين كله مفردات وعبارات سخط واستهجان موجه الى السياسه العامه. فصيل هي كوليس سبانجا حتى هو دار اغنيه فيها محاكمه للفساد والاستبداد والهجره السريه الى اخره. فيما يتعلق بالتيفوات، قولوا لي واش حضر السياسه ولا ما حضرش. فيما يتعلق بالتيفوات، حلال بوز، حلال بوز اعطات واحد الرساله، الوطن في قلوبنا يحمل ويحمى، الوطن في جيوبهم يذهب ويرغب. ناخذ فضل تيغرز، فضل تيغرز هز رسائل لا تخلو الراديكاليه. قال
الرسائل يوجد سجن لمن يتكلم ولا يوجد مستشفى لمن يتألم. وفي رسالة أخرى قالوا من مظاهر الاستبداد قمع الأستاذ في تعاقب مع المعركة النضالية التي خاضها الأساتذة المتعاقبين. لكن ممكنش أن نفصلوا رياضة على السياسة هذا الأكيد. كان شي حوايج مهمة ماشي كان نقدو ليتو بالعكس غير كان يعني خصنا نشوفوا أن الدولة يعني اللي كتبغي تنهض بشي قطع كما بغاو لكم صحة رياضة تعليم أي حاجة شنو كدير؟ كترصد كل ما هو قانوني كل ما هو استراتيجي كل ما هو مادي يعني باش تنهض بداك القطع. فين كيبقى الإشكال؟ الإشكال كيبقى فاش؟ في المتابعة وفي المحاكمة ماشي المحاكمة مي حتى نقولوا كترصد واحد الميزانية خاصك تعرف فين مشات كيفاش مشات واش تحقق داك الشيء المراد. إذا الاستراتيجية فعلا في ليزاستيس ديال الصخيرة تاع 2008 جات الرسالة الملكية وبينت على بزاف ديال الأمور اللي هي في الثغرات اللي هي كاين منها النتائج اللي كانت سلبيه من سنوات ديال المنتخبات ديالنا سواء العاب القوى ولا في الرياضه الجماهيريه اللي هي كره القدم. يعني بحال قلتي كاين شي رياضات كترصد لها اموال ولكن في المقابل ما عطاتناش نتائج. ملاعب القرب تاعك السياسه زوينه بحقها لان خص كل ملعب او كل كارتيي خص يكون عنده ملعب الا بغينا نطوروا فعلا الرياضه القاعديه. ولكن عندنا خصائص فاش لا فورماسيون الا ما كانش هذه اللي قلنا السياسه كلها كتحط سياسه خاصك تحط معاها شنو هما الحوايج اللي كينجحوها شنو هو التكوين التطوير الحدود المستمر البحث العلمي مهم لان تنقص عليك مسافات تنقص عليك مصاريف تنقص عليك سي فغي هو كيطلب ولكن كينقص عليك بحال اللي قلتي خيبات كنقص عليك بزاف الامور. كنهضرو على الانفراستركتور خاص نوجد البنيه التحتيه البنيه الحمد لله التحتيه كاينه فين هو التكوين المستمر فين هو التشغيل. اذا كاين بزاف المعيقات حقيقه واش الدواء لنا من الاخوان ديال الرابطه نبدو في هذا الموضوع حول الرياضة والسياسة. وقت أننا كنا سنظر في الرياضة كنا سنظر في السياسة عبر عن الدولة بكل مقوماتها التاريخية والحضارية والسياسية وذلك من خلال المحافل الرياضية الدولية كسفيرة للدولة. ونعرف أن الرياضة هي لغة عالمية لجميع الشعوب وتعتبر كذلك أداة للتطور القيم وكذلك السلم والأمان. فكذلك بالنسبة لنا نجيب الحكام هما الآن كاين قانون العقاب 1939 قانون العقاب 1939 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة اللي هو صدر في 2011 ولم يصدر منه سوى 11 بند نصا تطبيقيا من أصل 26 اللي هو سيكون نصا لازم. وهنا غادي نحيلو على ان فقط كاين واحد القانون المتمم 1999 المتعلق بالقانون الجنائي وكذلك المتعلق بمحاربه العنف المرتكب اثناء المباريات وتدورات الرياضيه. عموما على ان باستثناء جامعه ديال كره القدم اللي هي ثلاثه التاهيل من طرف الوزاره الوصيه ما عدا ذلك هنا الاعتمادات ديال الفرق وناقشنا كذلك انا مع كاتب العام ديال الفريق ديال المستقبل الرياضي السلوي لكرة السلة على أن باش ناخذ ديك الاعتماد كان هناك مكان لأن علاش باش خصك أنك خصك تاخذ الميناء خصك تاخذ بزاف ديال الفرق.